اسمحوا لي طبعا اولا ان انا ارحب بكم جميعا على في ارض بلدكم الثاني مصر، واسمحوا لي ان انا انقل لكم جميعا تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتمنياته لكم جميعا بكل النجاح والتفوق في هذا في هذه الفعالية الهامة جدا. والحقيقة أنا بنتهز هذه الفرصة لأن أوجه الشكر للدكتور سالم المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة على يعني أنه يبقى موجود معانا، ويبقى يعني الحقيقة تنظيم هذه الفعالية شديدة التميز للشباب، بطبعا مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ممثلة في زميلي الدكتور أيمن عاشور. والحقيقة يمكن السيد الرئيس يعني بيولي قضايا الشباب يعني شديد الأولوية وشديد الاهتمام، ودائما بتأتي على قمة أولويات الدولة المصرية، وفي كل المحافل دائما فخامة الرئيس بيحرص على إبراز تقديره الشديد لدور الشباب في النهضة التنموية اللي بتحصل في مصر النهاردة، وحرصه الشديد على إدماج الشباب في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والحقيقة ان يعني اطلاق اول نموذج محاكاة لشباب العالم الاسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة هي مبادرة قيمة نابعة من حرص السيد الرئيس على تهيئة وتأهيل واعداد الشباب ومنحهم حقهم في الاخذ بزمام الامور والتعبير عن طموحاتهم واهدافهم ورؤيتهم في الحياة. والحقيقة كل هذا ما هو إلا واجب على كل القيادات السياسية تجاه الشباب لدعمهم ومساندتهم وتوفير كل ما يحتاجونه من أجل أن نبني شباب واعد قادر على مواجهة المستقبل ومساهم ومبادر ومشارك فعال في بناء مجتمع الإنسانية والعدل والتضامن والاستدامة. وقد بادر السيد الرئيس في الدورة 14 للمؤتمر العام للإسيسكو بوضع رؤية لتحويل التعليم إلى محرك أساسي للتنمية الاقتصادية، وعملت اللجنة المصرية للتربية والثقافة والعلوم من خلال رئاستها للمؤتمر العام بجهد كبير للتنسيق بين الدول الأعضاء 45، ونطلق اليوم نموذج تأهيلي للابتكار يدعم تلك المجالات من خلال ما يلي: أولا الإعلان عن منحة دراسية عن منحة رئاسية لشباب العالم الإسلامي، وتركز المنحة على مكانة مصر كمركز ذو خبرة كبيرة في التدريب على آليات الابتكار وخلق بيئة داعمة للمبتكرين والمبدعين. تعتمد مخرجات المنحة الرئاسية على مشروع إرشادي يتم دمج عدد 100 منحة بداخله لكي يتسنى تقييم وقياس مدى فعالية المنحة ونجاح مخرجاتها ورصد تأثيرها وأهميتها كمكون أساسي لقدرة مصر على تطوير برامج متخصصة في الابتكار وإعداد الكوادر النابغة في كل دول العالم الإسلامي. ثانيا إطلاق صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين بالعالم الإسلامي، ويهدف الصندوق إلى تعزيز ودعم قدرات الموهوبين والمبتكرين بمراحل التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي وبعد الجامعي والباحثين ورعايتهم، وتمويل مشروعات لتعزيز قدرتهم وتقديم المنح والحوافز والجوائز لهم، وعقد المسابقات في كافة مجالات عمل الإسيسكو، وكذلك التنسيق بين الدول الأعضاء في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية لتبني أفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها، بالإضافة إلى العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الموهوبين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية. ثالثا مجلس شباب دول العالم الإسلامي، ويهدف هذا المجلس إلى دعم مساندة الشباب في مجالات عمل منظمة الإسيسكو، ويقدم التوعية والتطوير للشباب من أجل تحفيزه على المشاركة في التنمية المتكاملة في جميع دول العالم الإسلامي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تعمل الإسيسكو على تحقيقها.
تحقيقها، ويعمل المجلس كمنصة تحتضن الشباب المبدع وتزرع الأمل في نفوسهم وتستثمر طاقاتهم لإعداد قيادات عربية وإسلامية شابة واعدة، وذلك عبر قطاعات واختصاصات المنظمة، بالإضافة إلى إتاحة دراسات واستطلاعات تختص بشباب دول العالم الإسلامي لتساعد صناع القرار على خلق سياسات تتناسب مع احتياجاته. وفي الختام أود أن أؤكد على أهمية التضامن والسلام كثقافة أساسية لازمة لخلق بيئة داعمة للتنمية والازدهار، وأن نتعاون جميعا لمنح الشباب كل ما يحتاجونه ليكونوا مؤثرين وفاعلين في مجتمعاتهم، وأن يكونوا صناع في القرار وقادرين على تحمل المسؤوليات الوطنية والاجتماعية، وأن نعزز فيهم الثقة لرسم ملامح المستقبل القريب الذي نرجوه مستقبلا حافلا بالعطاء والنماء والرفاهة يليق بتطلعات مجتمعاتنا ورؤى وطموحات شبابنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.